قال محافظ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أحمد المعبقي إنه من الطبيعي أن تصدم جهود البنك الهادفة إلى تنظيم العمل وإزالة الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني بمصالح الذين اعتادوا العمل دون ضوابط، وأن تكال التهم للبنك بسبب الإجراءات التصحيحية التي يتضرر منها المضاربون بالعملة والمهربون، غير أنه من غير المتوقع أن لا يتلقى البنك المركزي المساندة الكاملة من بعض مؤسسات الدولة وهيئاتها لتمكينه من القيام بممارسة مهامه وعمله باستقلالية وحيادية وفقا لأحكام القانون والدستور. وأضاف محافظ البنك أنه في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد منذ الربع الأخير من العام 2022، كان البنك المركزي ولا يزال هو المؤسسة الوحيدة التي تحفظ تماسك الدولة وتعزز فرص استمراريتها، مشيرا إلى أن البنك المركزي وفي العام 2022 وفر ما يعادل 800 مليون دولار أمريكي لتغطية العجز في موارد البلاد، وارتفع المبلغ في العام 2023 إلى 1200 مليون دولار، وهي مبالغ حسب قوله تغطي كل فاتورة رواتب الدولة ونصف فاتورة استيراد الوقود، دون أن يلجأ البنك المركزي إلى أي تمويل تضخمي منذ العام 2022. نحن في البنك المركزي نعمل في خطط وبرامج مقررة بناء على التقييم التي قامت به المنظمات الدولية وبواسطة خبراء عالميون يطبقون أفضل الممارسات في مجالات العمل المصرفي. ومن الطبيعي أن تصطدم جهود البنك المركزي الهادفة إلى تنظيم بيئة العمل وإزالة الممارسات غير القانونية والضارة بالاقتصاد الوطني والمتعارضة مع المعايير المصرفية والمؤثرة على علاقاتنا بالقطاع المالي والمصرفي الإقليمي والدولي بأرباب المصالح الذين اعتادوا العمل بدون ضوابط. ومن المتوقع أيضا أن تكال التهم للبنك المركزي والقائمين عليه بسبب الإجراءات التصحيحية التي يقوم بها ويتضرر منها المضاربون والمهربون والذين يعملون خارج إطار القانون. لكن من غير المتوقع أن لا يبقى البنك المركزي أو أن لا يلقى البنك المركزي المساندة الكاملة من بعض مؤسسات الدولة وهيئاتها لتمكين ممارسة مهامه باستقلالية ومهنية وحيادية وفقا لأحكام الدستور والقانون. أكد محافظ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أحمد المعبقي أن البنك المركزي اليمني قام خلال الفترة الماضية بتطوير وإصدار الإطار التنظيمي والتشريعي اللازم وفقا لأفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي سمح بتأسيس عدد من البنوك مختصة في التمويل الأصغر. وقال المعبقي والذي تحدث على هامش انطلاق أسبوع المال العالمي باليمن إنه يوجد حاليا 10 مصارف عامة عاملة في البلاد وأربعة بنوك أخرى تحت التأسيس مختصة في التمويل الأصغر تعمل إلى جانب البنوك التقليدية والإسلامية القائمة في جميع المحافظات، وأن بعضها بدأ في التحول إلى بنوك إسلامية شاملة، مؤكدا أن البنك المركزي قام أيضا بتطوير وتخليص القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وإصدار التشريعات المنظمة لمزودي ومقدمة أنظمة الدفع بدعم فني من البنك والصندوق الدوليين ووكالة التنمية الأمريكية. وكبداية ناجحة يوجد حاليا 10 مصارف عامة عاملة وأربعة بنوك تحت التأسيس متخصصة في التمويل الأصغر إلى جانب البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية القائمة تعمل في مختلف المحافظات، بعضها بدأ بالتحول إلى بنوك إسلامية شاملة. وبالإضافة إلى ما سبق فقد تم تطوير وتحديث القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول المعروف بالمحافظ الإلكترونية، وأيضا تم إصدار التشريعات المنظمة لمزودي وممثلي ومقدمي أنظمة الدفع